صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، صباح الخير والنور والإشراق، صباح مليء بالازدهار لإماراتنا الحبيبة. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة، والذي يأتيكم بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي ومؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. هذا البرنامج مستمعين تقدمه لكم الهيئة ليكون نافذة لاقتراحاتكم لملاحظاتكم، هي نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده، وساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها، وغير ذلك من المواضيع الطبية الحيوية التي تشغل بال الجميع. أطيب التحيات مني محدثكم محمود يوسف، ومن الإخراج محمد الصفار، ومن طاقم الإعداد في هيئة الصحة وفريق العمل الإذاعي، فلكم كل الأمنيات بحلقة مميزة وجديدة نتحدث فيها عن هذا القطاع الحيوي، القطاع الصحي والقطاع الطبي في إمارة دبي. حقيقة مستمعينا كنا قد يعني تحدثنا بالأمس عن الخدمات الإنسانية والمجتمع، الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة في هذا المجال، وأيضا حاليا يعني تقام وقائع ملتقى البرامج التطوعية الأول، والذي ينعقد في مكتبة راشد الطبية. أعتقد معنا عبر الهاتف الأستاذ يوسف سعد. طيب، لين ما ناخذ يوسف سعد على الهاتف معانا الحين. طيب، ليه ما ناخذ الأستاذ يوسف سعد؟ خلوني بس أذكركم أن الملتقى هذا يعد الأول من نوعه في هيئة الصحة بدبي. في هذا الملتقى سيتم تشكيل فريق تطوعي. هذا الفريق من نتعرف على تفاصيله مع مراسلنا في الملتقى الأستاذ يوسف سعد. مرحبا أستاذ يوسف. مرحبا محمود، صباح الخير عليك وعلى المستمعين الأعزاء. محمود، أنا هنا في مكتبة راشد الطبية، بعد دقائق ينطلق ملتقى البرامج التطوعية الأول الذي تنظمه هيئة الصحة بدبي مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين الداعمين للمرضى المعسرين، والملتقى نفسه هيشهد إطلاق فريق العمل التطوعي في الهيئة. تفاصيل الموضوع والملتقى معانا محمود الأستاذ محمد عبدالله زرعوني، مدير الهلال الأحمر في دبي، هدينا فكرة عن الملتقى وعن دور الهلال الأحمر وأهمية الشراكة الاستراتيجية مع الهيئة لمساندة المرضى المعسرين. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة نحن من الشركاء الاستراتيجيين مع هيئة الصحة دبي دائما الحمد لله، خاصة في كل ما يخص الأمور الصحية التي تعمل فيها هيئة الصحة الإماراتي لمساعدة الناس المحتاجين. تكلمنا حديث عن التطوع. طبعا التطوع هو روح العمل الإنساني وواجب وطني والتزام أخلاقي، هذا ما قاله سيدي سمو الشيخ حمدان بن زايد في آخر لقاء يوم التطوع العالمي. الإمارات طبعا تبوت مراتب متقدمة في سلم الحضارة الإنساني بفضل جهود أبنائها التطوعية، وارست قواعد ثابتة ومتينة عزيز مسيرة العمل التطوعي التي تهتم به نهجا وممارسة، وتفرض له مساحة كبيرة جدا ضمن خططها الاستراتيجية. التطوع طبعا ركيز من ركائز الحياة وأمر إلهي قبل كل شيء، والتطوع عبارة عن جهد الذي يقدمه الإنسان لمجتمعه يدافع منه بلا مقابل، خاصة ذلك تحمل المسؤولية في مجالات تستهدف تحقيق المساعدة الإنسانية.
مجالات الطلبة كثيرة جدا عندنا في الإعلام الإماراتي، عندنا برنامج الإسعاف والسلامة المرورية، عندنا برنامج الأيتام، برنامج نشر الوعي بالقانون الدولي، برامج الدعم النفسي، البيئة، مشروع حفظ النعمة، حملات الموسمين، مساندة في الأعمال الإدارية والإدارية، برنامج المساعدة المحلية والبحث الاجتماعي، برنامج الصحة وسلامة الدم، كافحة سرطان الثدي، المساعدات الطبية، المساعدات الإنسانية، برامج الطوارئ الأزمات، مبادرات إسعاف المرضى والمشاركة في الإغاثة الخارجية. هذه طبعا كل الأشياء اللي شارك فيه ممكن فيه. الملتقى طبعا احنا اليوم من السعداء مشاركين فيه طبعا في عبارة عن السيج عندنا هنا هذه قدم ما قدمت لها الإعلام الإماراتي. بجانب طبعا الملتقى هذه يعني أنا أريد أشكر القائمين هذا راسهم مدير عام معالي الوزير أبو محمد حقيقة أنه دائما الكادر الإنساني المتواجد في أي صحة دبي. نحن هم الجانب الإنساني قبل كل شيء، لكن نحن نزود طبعا الإمارات عطاء يعني وصل لأطراف الأرض، غطى مساحات شاسعة من المعمورة وغير العديد من المجتمعات إلى الأفضل، انتصر دوما لقضايا الإنسان ورفع شعار كرامة الإنسان وحقه في الحياة أولا وثانيا وثالثا. فخلال الملتقى الطويل هنا نريد نبرز أنه ما يقدمه الهلال أحمد الإمارات في المجال الطبي من مساعدات داخل إمارة دبي وخارج إمارة دبي وكل الإمارات. طبعا عندنا مكاتب متواجدة كل الإمارات ما عدا أبو ظبي، في أربع مكاتب هناك في الغربية وفي أبو ظبي ودنياش والعين، وتنسيق كامل عندنا مع هيئة صحة دبي في كل المستشفيات، أيضا المستشفيات الخاصة التي تتبع هيئة صحة دبي هنا مثلا نقدم دعم لهم. وطبعا هناك أيضا عندنا مركز طبي خاص في الهلال أحمد الإمارات متواجد في الشارقة يقدم خدمات مجانية كل الناس المحتاجين المستجدين في الهلال أحمد الإمارات. نحن ليش فقط مع هيئة الصحة، أيضا نحن مع الجمعيات اللي تعمل في إمارة دبي عن طريق شؤون الإسلام والعمل الخيري، حتى إحنا مظلة واحد نقدم أي دعم إنساني للمجهود الطبية والصحية والعلاجية، ونركز على أضعف الناس هم الأطفال والأيتام والنساء. نعم. طيب يوسف أنا شاكر لك ضيفك، لكن أتمنى يعني بس تعطيني فكرة سريعة ما سوف يحدث في الملتقى. الملتقى محمود هدفه الرئيسي هو اجتماع الشركاء المساندين للمرضى المعتقلين، منهم هيئة الصحة والهلال الأحمر وجمعية بيت الخير ومجموعة من شركات الأدوية. الهدف هو بلورة رؤية جديدة وأجندة عمل للمرحلة المقبلة لتوسيع نطاق خدمات هذه المبادرات الإنسانية اللي بتقدمها الهيئة وشركائها للمرضى المعتقلين. هيتم في الملتقى هيشهد حلقات نقاشية شبيهة أو قريبة من العصف الذهني لتحديد مسارات عمل جديدة وإضافة خدمات جديدة للمرضى، منها مش بس يوسف أنا عندي الصوت شوية مش واضح، يوسف الصوت شوية مش واضح. لن يقتصر محمود الدعم على الدعم المادي للمرضى. مجموعة الشركاء ومعهم هيئة الصحة بيفكروا وده اللي هي بيخططوا ليه توسيع نطاق الخدمات بما فيها خدمات المعنوية والنفسية للمرضى لتأهيل المرضى ومساندة ذوي المرضى. المرحلة المقبلة هو في يعني بوادر وإشراكات من الشركاء في حماس شديد عند شركاء الهيئة وهيئة الصحة لمساعدة المزيد من المرضى. محمود بس خليني أقول لك على الرقم، أذكر بالرقم اللي هو معدل حجم المساعدات كان العام الماضي حوالي 18 مليون المقدم للمرضى المعسرين. في مع نهاية هذا العام 2015 ارتفع حجم المساعدات لأكثر من 55 مليون درهم، وده ادى حافز كبير للهيئة وشركاء للتوسع في المستقبل للخدمات والتوسع في الأمراض اللي هي اللي بيغطيها هذا الدعم الإنساني غير المحدود. شكرا لك أستاذ يوسف سعد، كان معنا من خلال بث مباشر لوقائع ملتقى البرامج التطوعية الأول والمنعقد في مكتبة راشد الطبية، والذي سيشهده إن شاء الله معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة مدير عام هيئة الصحة بدبي. نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق في هذا
ملتقى. عموما مستمعينا، نحن بعد الفاصل سوف نتحدث عن موضوع جميل جدا، موضوع يتعلق برعاية الأمومة والطفولة، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة، صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة، والذي يأتيكم بالتعاون ما بين هيئة الصحة بدبي ومؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم إذاعة نور دبي. حقيقة مستمعين، تولي هيئة الصحة بدبي جل اهتمامها برعاية الأمومة والطفولة، باعتبار أن هذا النوع من الرعاية يمثل اللبنة الرئيسية في بناء المجتمع وتكوين أفراده الأصحاء وتشكيلهم في مراحلهم العمرية المبكرة. ومن أجل ذلك تصدرت حزمة الخدمات المقدمة للنساء الحوامل أجندة الهيئة ومبادراتها، التي نجحت من خلالها هيئة الصحة بدبي في توفير رعاية فائقة ويعني تقدم مختلف الخدمات للحوامل في مجموعة مراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك بالتعاون مع مستشفيات دبي لتتكامل العناية بخدمات الأمومة والطفولة. يعني إذا كان عندنا إعلان راشد ولطيفة كان يتحدث عن نفس الموضوع هذا كذلك حول هذا الموضوع المهم، يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو اليوم الدكتورة عائشة علي كرم، استشاري طب الأسرة في هيئة الصحة بدبي، وأيضا رئيس شعبة صحة المرأة بقطاع الرعاية الصحية الأولية، بتحدثنا عن تفاصيل ومستوى الخدمات المقدمة للنساء الحوامل في المراكز الصحية المختلفة، وأيضا يعني منحاول كذلك نستقبل اتصالاتكم على الأرقام اللي سمعتوها في الفاصل واللي هي 600-551-414 أو عبر الرسائل النصية اللي هي 4006. حياك الله معنا دكتورة. أهلا وسهلا دكتورة عايشة. في البداية خلينا نعرف المستمعين بأهمية توفير الرعاية اللازمة للحوامل. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أشكركم على هذه الاستضافة. بالنسبة لتوفير الرعاية الصحية للمرأة الحامل، طبعا تعتبر الرعاية الصحية للمرأة الحامل حاليا من أهم الأولويات في جميع أنحاء العالم، وهي تعتبر ضرورية طبعا جدا لصحة المرأة الحامل. فمن خلال توفير الرعاية الصحية لها ممكن تجنب الكثير من المشاكل الصحية والمضاعفات الصحية، سواء خلال فترة الحمل أو بعد الولادة أو حتى أثناء الولادة. وأيضا من خلال توفير الرعاية الصحية للمرأة الحامل يتم تشخيص المبكر عن بعض الأمراض الصحية خلال فترة الحمل، ومن خلالها يتم معالجة هذه الأمراض، وأيضا يتم تجنب الكثير من المشاكل الصحية، وبالتالي يتم خفض نسبة الوفيات بالنسبة للأمهات سواء خلال فترة الحمل أو أثناء الولادة، وأيضا خفض نسبة وفيات الأطفال حديثي الولادة. طيب دكتورة، ذكرت أن هنالك بعض الأمراض اللي يتم الكشف عنها خلال هذه الفترة، تعطينا أمثلة عن هذه الأمراض اللي تقومون بالكشف عنها، وأيضا الطرق اللي أنتم تقدمونها، الطرق العلاجية اللي أنتم تقدمونها أو الوقائية إن صح التعبير. أوكي. طبعا المرأة الحامل لما تقوم بزيارة الطبيبة طبيبة أمراض الحوامل، هناك مجموعة من التحاليل اللازمة العمل القيام بها في صحة الحامل. من خلال التحاليل هذه يتم الكشف عن بعض الأمراض إذا ما تعاني منها. من أهم التحاليل هذه مثلا عندنا تحاليل الدم، كريات الدم، والكشف عن النوع إذا كانت تعاني من فقر الدم وأي نوع من فقر الدم ويتم معالجتها. وأيضا هناك تحاليل الأخرى اللي هي
مثل الكبد الوبائي والإيدز والالتهابات الثانية، وفي التحاليل البول، وفي تحاليل مجموعة من التحاليل. وأحيانا في بعض النساء الحوامل اللي عندهم مشاكل صحية يتم طبعا إجراء تحاليل غير التحاليل الروتينية، منها مثلا هرمونات الغدة الدرقية. ممتاز. ويخضعون لنظام معين في العلاج. طبعاً. طيب دكتورة، يعني نحن في الفاصل، إذا أنا أحب هذا الإعلان راشد ولطيفة مع المراكز الصحية، لأنه بالفعل إعلان يقدم توعية جميلة للجمهور بضرورة التوجه إلى المراكز الصحية والاستفادة من هذه الخدمات. نعم. وهذا يخفف حتى الضغط على المستشفيات وبالتحديد مراكز الطوارئ. الآن يا ترى متى يمكن للمرأة الحامل مراجعة المركز الصحي، وهل يكون ذلك بمجرد يعني التعرف إلى وجود حمل، مع العلم أن أتذكر البروسس اللي كان في السابق أن المرأة مجرد ما تدخل مرحلة الحمل تتوجه إلى مستشفى لطيفة؟ نعم. سابقا أو للمستشفى بشكل سريع. الآن المسألة تغيرت، فأبغي أعرف متى ممكن تروح المرأة الحامل إلى مركز الصحي؟ طبعا نحن ننصح أي مرأة حامل مجرد ما يكون في شك أن في حمل طبعا تقوم بزيارة أقرب مركز صحي التابع للمنطقة السكنية، ومنها زيارة طبيب العائلة. طبعا طبيب العائلة هني بدوره يقوم بطلب بعض التحاليل اللازمة وبعض الفحوصات اللازمة، وقبلها طبعا يتم تأكيد للحمل. بمجرد أنه ما يتم تأكيد للحمل طبعا يقوم بفحص التحاليل والفحوصات اللازمة، ومنها تقديم الإرشادات والنصائح التثقيفية للمرأة، وإعطاء الفيتامينات أو حبوب الفوليك أسيد طبعا خاصة في الشهور الأولى. فمجرد ما يكون فيه شك مجرد للحمل ننصح بزيارة المراكز الصحية أولا لإثبات الحمل، ومن ثم يتم الإجراءات الثانية. طيب دكتورة، يعني كيف يتم فتح ملف للمتابعة، آليات والإجراءات؟ يعني هل هذه تقتصر خلال الزيارة الأولى للحامل، ولا هنالك يعني في آليات وإجراءات متابعة عندكم؟ طبعا الزيارة الأولى مثل ما قلنا أن المرأة الحامل بتتابع عند الطبيب العائلة، مجرد ما يكون في إثبات للتحليل إثبات الحمل، وتقوم بطلب بعض التحاليل والفحوصات اللازمة والأدوية اللازمة طبعا لها، وتنعطى الموعد التالي لطبيبة الحوامل في المركز الصحي للزيارة الثانية. للزيارة الثانية طبعا تقوم المرأة الحامل طبعا بجلب بعض الأوراق اللازمة المتطلبة لفتح الملفات وزيارة طبيبة الحوامل. فمن خلال التحاليل اللي طلبت قبل، طبيبة الحوامل تقوم بمراجعة نتائج هذه التحاليل وشرحها للمرأة الحامل، وهناك في عندنا مثل فورمات معينة. الفورمات هذه تقوم طبيبة الحوامل بتحديد أو تقييم حالة المرأة الحامل، تقييم نسبة الخطورة اللي هي تحديد عوامل الخطورة احنا نسميها، من ناحية التاريخ المرضي للمرأة الحامل، تاريخ العائلة إذا كان في أي جراحات سابقة، إذا تاريخ الحمل سواء الحمل الحالي أو الحمل السابق. فيتم تحديد العوامل الخطورة هذه، ومن هنا يتم تحديد حالة الحمل هل هي عالية الخطورة أم منخفضة الخطورة، وبالتالي يتحدد تحديد الملف. إذا كانت حالة المرأة الحامل يعني مش العوامل الخطورة مش عالية، اللي هي تعتبر low risk يعني العوامل الخطورة منخفضة، فبالتالي تنعطى المواعيد الثانية، المتابعات الثانية كلها في نفس المراكز، في نفس المركز مع نفس الطبيبة. وإذا كانت عالية الخطورة؟ وإذا كانت عالية الخطورة طبعا في إجراء معين تقوم به الطبيبة بتعبئة بعض الفورمات، وتحدد الموعد سواء كان موعد مستعجل أو خلال أسبوعين أو خلال 4 أسابيع، تحدد الموعد لتحويلها للمستشفيات. أوكي. فيتم تحويل الملف في نفس اليوم للمستشفيات، وبالتالي ينعطى الموعد على طول للمريضة للزيارة الثانية في المستشفيات لمتابعتها في المستشفيات الهيئة.
طيب دكتورة، يعني الرعاية الصحية للحوامل يا ترى هل هي تتوفر في جميع مراكز الهيئة ولا هنالك بعض المراكز المحددة؟ وأيضا شو المواعيد اللي ممكن المرأة تتوجه فيها لهذه المراكز؟ نعم طبعا خدمة رعاية الحوامل هي موجودة في جميع المراكز الصحية على مستوى 13 مركز صحي في الفترة الصباحية، وطبعا نحن قمنا بدورنا بتطوير هذه الخدمة. الفترة الصباحية نقصد فيها من 7:30 إلى 2:30؟ لا 2:30. في الآونة الأخيرة قمنا بتطوير هذه الخدمة أو توسعة هذه الخدمة من ناحية زدنا عدد العيادات الحوامل في المراكز الصحية. مثلا في بعض المراكز كانت عندهم العيادة مرة في الأسبوع. فمن لما راجعنا الإحصائيات وشفنا المواعيد مثلا شفنا لا هذه العيادة تحتاج أكثر من مرة في الأسبوع. فبعض العيادات أو المراكز الصحية فيها مثلا يوم أو يومين في الأسبوع. وأحيانا في بعض المراكز الصحية تحتاج أكثر من 3 أيام أو 4 أيام، يعني تقريبا بشكل يومي عيادة للحوامل في الفترة الصباحية مع الفترة المسائية. ففتحنا الفترة المسائية هاي السنة لجميع المراكز الصحية. ممتاز، يعني كل المراكز الصحية الآن ممكن الواحد المرأة الحامل تزور المراكز الصحية سواء كان الجدول اللي يناسبها في الفترة الصباحية والفترة المسائية. نعم. طيب دكتورة، أيضا عندنا مراكز تعمل على مدار الساعة، مركزين، مركز البرشة ومركز ند الحمر. نعم. أنتوا ما عندكم مخطط تعملون على مدار؟ حاليا هو مب على مدار الساعة اللي هو الفترة الصباحية والفترة المسائية، لأن عيادات الحوامل عندنا اللي هي بنظام المواعيد. ممتاز. طيب دكتورة، أنا بستكمل معاك الحديث هذا، الحديث اللي حقيقة أعتقد أنه يهم جميع الأسر، يهم المرأة، وأيضا أعتقد يهم رب الأسرة كذلك أن يتعرف على الخدمات اللي تقدم للنساء الحوامل. لكن سمحي لي دكتورة بوقف مع فاصل قصير. مستمعينا، فاصل ومن ثم نواصل هذا الحديث الشيق، فابقوا معنا. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي. حقيقة نتحدث يعني اليوم على موضوع مهم جدا، هو موضوع خاص بالمرأة الحامل والخدمات التي تقدمها هيئة الصحة في هذا المجال. أيضا كنا قبل الفاصل قد توقفنا مع ضيفتنا في الاستوديو الدكتورة عائشة علي كرم، استشاري طب الأسرة، رئيس شعبة صحة المرأة بقطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي. هنا يعني قبل لا أستكمل الحوار مع الدكتورة، أبغي أذكركم بتطبيق جميل قدمته هيئة الصحة لمتعاملينها. هذا التطبيق يخص رعاية الأمومة والطفولة، هو تطبيق طفلي، يعني هو من أحدث باقات الخدمات الذكية التي ابتكرتها هيئة الصحة بدبي، ويمكن يعني نحن نشوفها من التطبيقات المهمة. ليش؟ لأن هذا التطبيق يعتني بشكل خاص برعاية الأمومة والطفولة وصحة ونشأة الأجيال القادمة، أيضا يراقب بدقة مراحل تكوين الجنين وتطوره في رحم الأم، فضلا عن تشخيص حالة الصحية وسلامته وصحة الحوامل بوجه عام. التطبيق حرصت الهيئة من خلاله على أن يكون سهل وبسيط وباللغتين العربية والإنجليزية، وذلك على جميع الهواتف الذكية، يعني مستهدفة من ذلك تقديم الخدمات المتخصصة والمعلومات إلى السيدات الحوامل، كما يهدف إلى تنمية الوعي وبناء معرفة مجتمعية حول صحة الأم وسلامتها من بداية الحمل وحتى ما بعد الولادة بـ2، إلى جانب تشجيع أفضل الممارسات بين السيدات الحوامل وأسرهم لتوفير أسلوب حياة أكثر سعادة. يعني حقيقة التطبيق فيه معلومات كثيرة دكتورة، أنا أنصح السيدات يعني سواء
اللي الحامل ولا اللي مش حامل ممكن تستفيد كذلك من خلال هذا التطبيق، لأنه بالفعل في الكثير من الفيديوهات والمقالات والرسوم المتحركة الهادفة والتي تقدم يعني المعلومات بطريقة ذكية ومبتكرة. نرجع دكتورة للخدمات اللي تقدم من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية بالنسبة للمرأة الحامل. يعني واحد من أهم الأسئلة اللي يدور في بالي، هل الرعاية الصحية للحوامل مشمولة ضمن التأمين الصحي؟ نعم، احنا عندنا في رعاية المرأة الحامل عندنا باقة، يسمونها باقة رعاية المرأة الحامل، هي مجموعة من التحاليل ضمن باقة. هذه الباقة تشملها الشركات التأمين، وهي مجموعة من التحاليل من ضمن الباقة هذه اللي هي تشمل 10 زيارات للطبيب الحوامل، اختبار شامل لعدد كريات الدم، تحاليل فصيلة الدم والأجسام المضادة، وفي فحص الالتهاب الكبد الوبائي، فحص نقص المناعة والحصبة الألمانية، وطبعا فحص الأمراض التناسلية، وتحاليل البول، وفحص سكر الحمل طبعا، وفي إجراء فحوصات أيضا للموجات فوق الصوتية عدد مرتين خلال الباقة هذه، وفي بعض الندوات التثقيفية لتعزيز الرضاعة الطبيعية، وندوات تثقيفية أيضا للرعاية المرأة الحامل ما قبل الولادة. جميل جميل اهتمامكم ما بين الفحوصات المخبرية وأيضا تعزيز ثقافة المرأة من خلال هذه الباقة الندوات. طيب دكتورة، يعني أعتقد مثل هذه الفحوصات وهذه الأشياء يعني تتطلب تجهيزات كبيرة، يا ترى تحدثين عن التجهيزات المتوفرة في المراكز؟ نعم طبعا، أول شيء المراكز الصحية، بس بغيت أذكر أن المراكز الصحية الطبيبات اللي غطن العيادات الحوامل طبيبات اختصاصيات في رعاية الحوامل من ناحية الخبرة والشهادات كاختصاص في هذا المجال. وعيادة رعاية الحوامل مجهزة ببعض الأجهزة مثل جهاز الموجات فوق الصوتية اللي هي تحتاجها المرأة الحامل كل زيارة، وأيضا في جهاز اللي هو ينعمل للكشف عن انقباضات الرحم، للكشف مثلا إذا كان في أي آلام أو في مؤشرات لولادة من خلال هذا الجهاز، وفي الأدوات الثانية اللازمة لبعض هذا الكلام يقودني يعني دكتورة لي يعني السؤال إن معظم ما أدري الانطباعات اللي موجودة عند الناس قد تكون بهذا الشكل، إن هم المريض دائما ما يشعر بالطمأنينة أكثر إذا راح المستشفى من المركز الصحي، وأعتقد يعني هذه الثقافة موجودة يمكن عند معظم النساء الحوامل. ما أدري أنت تتعاملين أكثر مع المرضى في هذا المجال، لكن عموما من اللي نشوفه دائما أن دائما ما يفضلون العملاء أن يتوجهون للمستشفى عن المركز الصحي. هو طبعا إحنا في بعض الحوامل لاحظنا أن عندهم المستشفيات أو المتابعات هناك أفضل، بس في الآونة الأخيرة بعد ما كان في تحسين وتطوير للخدمات في المراكز الصحية، وخاصة فتح الملف يكون في المركز الصحي والمتابعات كلها في المراكز الصحية تحت إشراف طبيبات مختصات في المجال هذا، والعيادة تكون مجهزة بالأجهزة، فبالعكس لاحظنا أن معظم المرضى عندهم يعني الرغبة في الاستمرار في المتابعة في المراكز الصحية. ممتاز ممتاز. طيب ما أدري يعني دكتور، أنا أتصور يعني مراكزنا الصحية يعني حتى عندها القدرة أو عندها تجهيزات إنه ممكن حتى تصير فيها عمليات ولادة مثلا في المستقبل. هو حاليا طبعا المراكز الصحية أو نتكلم بالأخص عيادات الحوامل هي مش مجهزة لحالات الولادة، ولكن كمركز صحي المراكز الصحية ممكن تستقبل أحيانا لبعض الحالات الولادة اللي تكون كحالات مستعجلة والحالات الطارئة، فممكن بعض الحالات تلجأ لأقرب مركز صحي لحالات الولادة.
طيب دكتورة، أنت رئيسة شعبة صحة المرأة، يعني صحة المرأة مفهوم واسع وأشمل، وتدخل من ضمنها يعني بعض الأمور المتخصصة اللي خاصة بالمرأة الحامل. أنا أعتقد نحن يعني كفينا وفينا في مجال رعاية المرأة الحامل، ما أدري إذا بتضيفين شيء، لأن أبغي أنتقل لموضوع صحة المرأة بشكل عام، تعطينا بعض المفاهيم عن عما يشمله صحة المرأة. نعم طبعا الجواب على السؤال الأخير، الرعاية الصحية اللي نقدمها للمرأة الحامل هي خلال فترة الحمل، وأيضا هناك الرعاية الصحية للمرأة بعد الولادة، بعد خلال فترة ما بعد الولادة. نعم. هناك إن شاء الله بتكون في خدمات جديدة، من ضمن الخدمات هذه إن شاء الله بنقوم بتأسيس خدمة الزيارات المنزلية لرعاية الأم والطفل ما بعد الولادة، فبتكون هذه الزيارة تحت إشراف ممرضات متدربات في هذا الاختصاص لعمل الزيارات المنزلية لرعاية طبعا الأم والطفل في نفس الوقت. وأيضا طبعا عندنا خدمات ما ننسى التمارين الرياضية. قبل أن ننتقل لتمارين رياضية دكتورة، يعني أنا شدتني هاي خدمة الزيارات المنزلية، هذه بتكون حق كل المرضى ولا في شروط معينة لإرسال هذه الخدمات المنزلية للمرأة ما بعد الولادة؟ نعم، لا، هذه الخدمة كبداية بتكون الخدمة بنبتدي فيها تدريجيا لبعض المراكز الصحية، وبتكون تشمل جميع الحالات ما بعد الولادة للزيارات المنزلية، فبتكون حاليا لجميع الحالات اللي هي تكون بعد الولادة لبعض المراكز الصحية، وممكن في المستقبل نتوسع فيها تدريجيا ويكون في تحسين طبعا. والله أنا يعني خدمات جميلة جدا تقدمونها دكتورة. قلتي لي شيء عن التمارين الرياضية. نعم طبعا قمنا احنا بعد بتأسيس خدمة جلسات التمارين الرياضية خلال فترة الحمل للمرأة الحامل، وأيضا الفترة ما بعد الولادة للنساء الحوامل وبعد الولادة، يعني أثناء وبعد. نعم أثناء وبعد، ما بسوونهم قبل بعد دكتورة؟ قبل المرأة تحمل أعتقد والدين يحتاجون جلسات تمارين رياضية. طبعا الخدمة هذه بديناها في البداية في المركز البرشة الصحي، وحاليا بدينا في توسعة الخدمة هذه لتشمل المراكز الصحية التابعة للمنطقة الإشرافية الثانية اللي هي مناطق بر دبي، ومن خلالها طبعا يتم ملاحظة الخدمة هذه وتحسين الخدمات إذا كان في نقاط للتحسين. طيب دكتورة، في إضافة أخيرة يمكن أنا نسيت أذكر شغلة أو شيء تبغين توجهين كلمة أخيرة بهذا الخصوص وبهذه الاستضافة يعني؟ لا بس طبعا بس حبيت نعطي معلومة أن خدمة الرعاية الحوامل في الرعاية الصحية الأولية اللي هي عبارة عن رعاية مشتركة ما بين قطاع الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات. جميل. وهي رعاية مشتركة باختصار أن المرأة الحامل ذات الخطورة المنخفضة التابع في عيادات المراكز الصحية لحد 34 أسبوع تقريبا إذا كانت نسبة الخطورة منخفضة، وبالتالي بعد 34 أسبوع تتحول على المستشفيات لمتابعة الحالة هناك. أما الحالات العالية الخطورة تتحول طبعا من أول زيارة المتابعة في المستشفيات. ممتاز، نحن نشد على يدكم ونتمنى لكم التوفيق. الدكتورة عائشة علي كرم، استشاري طب الأسرة، رئيس شعبة صحة المرأة بقطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي. شاكرين لك تواجدت معنا في الاستوديو ونتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا. شكرا. إذن مستمعينا، مثل ما ذكرت الدكتورة أن العملية هي عملية متكاملة ما بين قطاع الرعاية الصحية الأولية وقطاع المستشفيات، وليس بالضرورة أن توجه المريض مباشرة إلى المستشفى يعني راح يلقى علاج مختلف، إلا في حالة كانت هذه الحالات تحتاج يعني بروتوكول مختلف للعلاج. عموماً
الآن يعني حتى فعاليات الهيئة مستمرة، في سواء كنا في البداية تحدثنا عن ملتقى البرامج التطوعية الأول المنعقد في مكتبة راشد الطبية، أيضا الآن يعني مبادرة العيادة الذكية كذلك اليوم متوجهة إلى أحد المراكز المتخصصة، بنتعرف على العيادة الذكية وما تحمله من مواضيع في هذا اليوم مع الزميل والأستاذ حسني البلاونة. مرحبا أستاذ حسني. أهلين، هلا أخوي محمود. أهلين، تفضل، شو عندكم اليوم في العيادة الذكية؟ نعم أخي محمود، موضوع العيادة الذكية لهذا اليوم هو الأمراض الجلدية بشكل عام والمرتبط منها بفصل الشتاء بشكل خاص. طبعا العيادة ناقشت أو زالت تناقش أسباب وأعراض وطرق العلاج والوقاية من هذه الأمراض. أخي محمود، شاركنا في العيادة لهذا اليوم كل من الدكتور أنور الحمادي استشاري ورئيس مركز الأمراض الجلدية بدبي، والدكتورة سعاد عبد الرحمن أخصائي الأمراض الجلدية بالمركز. أخي محمود، خلال الساعة الأولى من زمن العيادة الذكية الذي سيستمر حتى 12:00 ظهرا، وردتنا العديد من الأسئلة والاستفسارات من متابعي العيادة عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي حول مختلف الأمراض الجلدية، ومنها تلك التي تنشط في فصل الشتاء وتظهر أعراضها بوضوح بسبب جفاف الجلد. من هذه الأمراض مرض الصدفية ومرض الإكزيما. أخي محمود، حقيقة يعني العيادة الذكية لهذا اليوم تضمنت العديد من التحذيرات الطبية، ومنها التحذير من الاستخدام العشوائي والمبالغ به لمستحضرات التجميل بسبب تأثيراتها السلبية على الجلد وأعضاء الجسم بشكل عام. أيضا الأطباء حذروا من بعض مستحضرات تبييض البشرة التي يستخدمها الكثيرون دون استشارة طبية، والتي تتضمن في تركيبتها مادتي الزئبق والرصاص لتسببها في تسمم الجسم رغم نتائجها الإيجابية المؤقتة. كذلك أخي محمود، الأطباء طالبوا النساء الحوامل بالحذر من استخدام مستحضرات التجميل وخاصة المتضمنة في تركيباتها مشتقات فيتامين ألف لاحتمالية تأثيراتها على الجنين، مؤكدين على أهمية وعي الأم بخطورة الاستخدام المتكرر لهذه المستحضرات. عدي المعلومة هذه مرة ثانية حسني. نعم أخي محمود، نعم أخي محمود، عيد لي المعلومة الخاصة بالحوامل. نعم، أنه الأطباء طالبوا النساء والحوامل بالحذر من استخدام مستحضرات التجميل وخاصة المتضمنة في تركيباتها مشتقات فيتامين ألف لاحتمالية تأثيراتها على الجنين، مؤكدين على أهمية الاستخدام المتكرر لهذه المستحضرات. ممتاز. أيضا حذر الأطباء من مشاركة الغير في استخدام مواد التجميل لتفادي نقل العدوى من شخص إلى آخر. طيب حسني، يعني نعم، إذا ما نتكلم بعد كذلك عن طبيعة المشاركة، إذا حد من المستمعين يبغي يشارك معاكم في العيادة الذكية فنذكرهم بالعيادة هي شو؟ لا أخي محمود، العيادة طبعا هي عبارة عن نقل مباشر كل يوم اثنين وخميس من الساعة 10:00 وحتى 12:00 ظهرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر والبيرسكوب DHA_Dubai، وهناك فريق متخصص من الأطباء يناقش موضوع مختلف كل أسبوع بناء على أولويات هذه المواضيع وأهميتها بالنسبة للمتابعين، وأيضا بناء على طلباتهم. طيب حسني، أخي محمود، تفضل. أخي محمود، العيادة أيضا استعرضت الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على الأمراض الجلدية ما لم يتم التدخل العلاجي لها في الوقت المناسب لتفادي مضاعفاتها السلبية والتي قد تصل بالشخص المريض إلى العزلة الاجتماعية. كذلك الأطباء أكدوا على الإمكانيات المتطورة التي يمتلكها مركز الأمراض الجلدية بدبي من حيث الكفاءات الطبية والأجهزة والتقنيات المتطورة التي تساهم بشكل فاعل في تحقيق
فرص الشفاء التام للعديد من الأمراض الجلدية المختلفة. نعم أخي محمود. نعم أنا شاكر لك هذه التغطية الجميلة جدا على عن العيادة الذكية، بس نذكر المستمعين الكرام بعدها العيادة مستمرة حتى الساعة 12 في منتصف النهار، ويمكنهم التواصل معكم من خلال تويتر على الهاشتاج العيادة الذكية أو من خلال حساب هيئة الصحة @DHA_Dubai. أيضا على نفس الحساب من خلال برنامج البريسكوب ممكن يطلعون بالصوت والصورة على تفاصيل هذه العيادة. نحن نتمنى لكم التوفيق من خلال ما تقدمونه. أستاذ حسني البلاونة كان معنا من خلال تواجده في العيادة الذكية المتواجدة حاليا في مركز الأمراض الجلدية. شكرا لك. إذن مستمعينا اللي يبغي يشارك في العيادة ما عليه إلا أن يفتح تويتر أو يدخل على برنامج البريسكوب من خلال حساب بالهيئة DHA_Dubai وبيتعرف أكثر على المواضيع إذا كان مهتم بمواضيع بموضوع العيادة اليوم. أيضا مستمعينا نحن كذلك حاولنا قدر الإمكان أن يعني نغطي معظم المواضيع اللي تخص رعاية المرأة الحامل والأمومة، لكن دكتور أنا بس أبغي أعلق على المعلومة اللي قالها عن الكريمات هذه الخاصة بالحوامل. هل هذه المعلومة بالفعل يعني لازم المرأة الحامل تتجنب بعض المواد الخاصة بالكريمات مالت الجلد وال؟ طبعا في بعض الكريمات اللي تحتوي على المستحضرات التجميل او ما تكون يعني مش كريمات طبية، يستحسن تجنبها اللي هو تفاديا لانتشار العدوى او الالتهابات الجلدية اللي ممكن تأثر بطبيعة الحال على الجنين. طبعا طبعا هو الافضل دائما الوقاية افضل من العلاج اكيد. اذا نحن وصلنا الان الى ختام حلقتنا اليوم، نتمنى إن شاء الله أن نكون قدمنا معلومة لكم أعزائي المستمعين بشكل أو بآخر، سواء من خلال الاستماع للنصائح والإرشادات أو حتى من خلال التعرف على الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي. حتى نلقاكم إن شاء الله في الغد مع مواضيع أخرى جديدة ومتجددة في القطاع الصحي بإمارة دبي وعبر المراكز التي تضمها هيئة الصحة بدبي ومستشفياتها. نقول لكم دمتم دائما بصحة ونلقاكم إن شاء الله بسعادة في الغد. فتقبلوا تحياتي محدثكم محمود يوسف، ومن الإخراج محمد الصفار، ومن فريق الإعداد فريق قسم الإعلام بإدارة التسويق والاتصال المؤسسي بهيئة الصحة بدبي، وإلى اللقاء. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.